British school. We create leaders. أهلا ومرحبا بكم في نشرتنا من بيت صفحة الام بي اس. يقدمها لكم جوفان ابراهيم وكنزي طارق. كرة السرعة هي لعبة مصرية خالصة 100%. تعالوا معا نتعرف على هذه اللعبة. لعبتنا عبارة عن كرة تنس مثبتة بقيط متين، وينتهي الطرف الآخر من القيط بعقدة متينة ومثبتة بعمود معدني ثابت على الأرض. ترى ما الذي يميز لعبتنا؟ تتميز كرة السرعة بإمكانية لعبها بشكل فردي أو زوجي. تود أن تعرف مخترع هذه اللعبة؟ إنه محمد حسين لطفي الذي حصل على براءة اختراع للعبته عام 1972 ميلاديا ليثبت للعالم أن كرة السرعة اختراع مصري خالص. كان أول ملعب لكرة السرعة بمدينة بورسعيد عرف باسم كرة الزائد. انتشرت ممارسة كرة السرعة على الشواطئ حتى عرفت بكرة الشاطئ. وقد لاقت لعبتنا المصرية إقبالا كبيرا من مختلف الأعمار في كثير من الدول، حتى أصبحت رياضة دولية تمارس بالعديد من المحافل الرياضية على مستوى العالم. في النهاية شكرا محمد حسين لطفي مخترع لعبة كرة السرعة على هذه اللعبة الجميلة، وشكرا لكم على حسن متابعتكم لنا. إلى اللقاء. Minia British School. We create leaders.